اجتمع مع رجال مصر الجيش والشرطة. ربنا يوفقكم ويكون معاكم دايما في خدمتكم في الامن الداخلي والخارجي وحتى في العمل المجتمعي. القوات المسلحة والشرطة يغاقوا دايما ومعاكم فنم ودمكم في كل حاجة وكل وقت وتحت امركم في اي وقت. وشرف لينا النهاردة ان احنا نقف معاكم ونقف بين اطفالنا واطفال مصر، واتمنى ليهم جميعا الشفاء ونشوفهم في احسن صحة واحسن حال ونشوفهم معانا دايما باذن الله. مش كتير جدا على الشعب المصري اللي احنا نيجي هنا ونقعد جنب اخواتنا وابنائنا في المستشفى 57 357. الشرطة والشعب والجيش هم ايد واحدة، وبتوجه الدعاء وقول يا رب ربنا يشفي ابنائنا ويحمي بلدنا ويحميهم من كل سوء. حسيت عامل بالفخر، اقسم بالله فعلا اتشرف بوجود مستشفى 57 357 في مصر، وانا فعلا برضه مستني اليوم المستشفى توصل فيه مثل الشفاء العالمية. العالم كله هو اللي هيتفرج علينا ويبص على حاجه زي كده ان احنا قدرنا نحقق حاجه بمجهود كل واحد مننا. بالفعل بنجدد دمنا احنا ونجدد فرحنا احنا بلمتنا دي، واللي جمع الله سبحانه وتعالى مش ممكن يفرقه البشر. وكل ما الانسان هيسعى لتعمير بلده كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكون معاه، لان الله سبحانه وتعالى يقول هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. واحنا موجودين في البلد دي وهنفضل موجودين في البلد دي عشان نعمر فيها وننميها لغاية مش بس تطرح زرع وسنابل، تطرح رجالة زي حضراتكم. احبائي بمناسبة صوم شهر رمضان اقول لكم جميعا كل سنة وكل احبائنا المسلمين طيبين في كل مكان هنا في مصر وفي الوطن العربي وفي كل بلاد المهجر. ربنا يبارك مصر ويحفظها من كل شر. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.